هنا بهذا الموقع القريب من مستشفى الغساني بحي باب الغول بمدينة فاس، تجمع المئات من شباب الحي ونسائه ورجاله لمعاينة جثة هذا الشاب المجاز من كلية العلوم دهر مهراز، الذي عثر على جثته متحللة بين أنقاض بناية كان يستقر فيها وعائلته قبل إخلائهم قبل نحو أسبوع وهدم البناية. جثمان الضحية نقل إلى مستودع الأموات بالمستشفى القريب لإخضاعه إلى التشريح الطبي بناء على أوامر قضائية، موازاة مع البحث الذي أمر الوكيل العام بفتحه في ظروف وملابسات وفاة هذا الشاب وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وما إذا كان للمكلفين بهدم البنايات بهذا الموقع بعد ترحيل أصحابها لهم مسؤولية في ذلك على الأقل كمسؤولية قصيرية. غضب شديد عرفه الحي صباح الخميس الموافق 31 يناير 2019، لدرجة أن بعضهم احتج بشدة على الإهمال وعلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة في البحث داخل البناية قبل تهديمها في ساعة مبكرة من الصباح. أجواء الغضب امتصت بتدخل من قبل مسؤولين طمأنوا الشباب بأن التحقيقات ستسير على ما يرام، ومن يكشف التحقيق تورطه سينال جزاءه. توفي هذا الشاب لاعب الكرة والطالب المجاز الذي لم يكن محظوظا في حياته وظل يكابد من أجل قوت يومه وفي انتظار نتائج البحث، رحمة الله عليه وعلى كل من قادته الظروف إلى مثل هذا المصير.